خاف، ما بسمع شيء يكدرني. راح أمرك ونروح الجامعة مع بعض. تدري من الحين للوقت اللي بمرك فيه بتمر كم ساعة؟ لا مو 10 ساعات، 10 ساعات ونص. لا لا خلاص لا تخافين، من الحين لبعد 10 ساعات ونص ما راح أكلمك. جميلة، أحبك وايد، أحب لك كل يوم عن يوم يكبر، ما أقدر أستغني عنك كلش. أوكي، نوم العوافي. لا لا ما راح أدق. يلا باي. حمد. أمه. قبل أنا كنت شاكة، لكن الحين تأكدت. جميلة وأمها فقارة، ومو عيب، مو عيب إن إحنا نساعد الفقارة ونوقف معاهم ونعطف عليهم، لأن الله أمرنا بهذا الشيء. وفجر ترى أنا وقفت معها وساعدتها عقب ما غدر فيها زوجها ووظفتها عندي بالحضانة، وحتى بنتها تكفلت بدراستها بس لهني وخلاص. بس إيه بس إما أنت تعرفين أخلاق جميلة، تعرفين إنها بنت سنة محترمة وحبيبة وطيبة، وأنا بصراحة حبيتها. ما في بنت تقدر تدش عقلي وقلبي عقبها، لو ألف الدنيا كلها هذه ما راح ألقى مثل جميلة. لا يا حبيبي، راح تلقى واحدة وثنتين وثلاث وإلى ما لا نهاية. انساها يا حبيبي، انساها تماما، لأن جميلة مو لك ولا راح تكون من نصيبك، فاهمني؟ انساها الحين أحسن لك، لأنك بعد فترة صعب أنك تنساها. ألغي إحساسك وفكر بعقلك، لأني أنا أراهن على عقلك يوم، فهمتني؟ على عقلك. كسرت إحساسي وتوهمت أني تناسيت لين ما نسيت، بس الليلة عرفت أن جميلة مغروسة بقلبي لا يمكن أقدر أطلعها منها.